نحن كهيئة مستقلة انتخاب خلال الفترة التي سبقت العملية الانتخابية وحتى يوم الاقتراع والفرز تعاملنا حقيقة مع كل وسائل الإعلام كشركاء حقيقيين لنقل مفاصل العملية الانتخابية وبالتحديد قانون الانتخاب والتعليمات التي صدرت بموجبها حتى تصل إلى الجمهور. دون وسائل الإعلام حقيقة كنا سنكون عاجزين بالمطلق عن إيصال الرسالة التي نتوخى إيصالها إلى الجمهور. كما يعلم الجميع إحنا جهة منظمة العملية الانتخابية كان هدفنا الأسمى أن نوصل المعلومات الصحيحة والسليمة إلى الجمهور وبالتحديد إلى الناخبين المسجلين، وكان أو وسائل الإعلام كانت هي الشريك الأساسي لنا بكل أنواع هذه الوسائل اللي هي المقروءة والمسموعة والمكتوبة، وبالتحديد أيضا وسائل الإعلام الجديدة اللي هي يعني التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية اللي أنا أعتبرها حقيقة صحافة بكل ما تعنيه الكلمة. كل هذه الوسائل مجتمعة كانت يعني شريكة أساسية للهيئة المستقلة للانتخاب، اعتمدنا عليها في إيصال الرسالة الإعلامية، وحقيقة كانوا مستجيبين معنا بكل صراحة وقدموا المعلومات التي أردنا أن نقدمها إلى الناخبين بطريقة صحيحة وسليمة. حرصنا على التواصل مع هذه الوسائل، لم نبخل عليهم بأي معلومة، ساهموا في شرح العملية الانتخابية بكل تفصيل مطلوب، وبالتالي نحن نقدر لهم هذا الدور حقيقة، لست مجاملا بذلك. بدون هذه الوسائل لم يكن بوسع الهيئة أن تقوم بواجبها الحقيقي كما هو موجود في القانون. عملية دور الإعلام في الانتخابات يعني عملية كبيرة جدا، وحقيقة في الأردن يعني في الانتخابات النيابية الأخيرة ثبت أنه الإعلام يعني مؤثر أساسي، ودليل ذلك أنه كل عاملين في الإعلام أو الذين يمتلكون محطات فضائية أو إذاعية يعني كان نصيبهم النجاح. وعلى ضوء ذلك يعني إحنا بناء على هذا الدور الكبير للإعلام نعتقد أنه ممكن أن يقوم بالكثير من الأدوار الإيجابية خاصة في عملية التوعية بالانتخابات لكافة الجهات المشتركة في العمل الانتخابي. أنا أعتقد أنه إحنا بحاجة إلى زيادة الوعي بهذا الجانب، بحاجة إلى زيادة الثقافة الإعلامية والقانونية لدى الإعلاميين أنفسهم وأيضا لدى الجمهور المستقبل. التجربة أثبتت أنه إحنا بالأردن بحاجة إلى الكثير من العمليات المفيدة بهذا الجانب والتدريب بشكل أساسي، أعتقد أنه عملية مهمة. وعلى ضوء ذلك أعتقد أنه الآن في هناك بناء سواء في هيئة الإعلام المرئي والمسموع أو بنقابة الصحفيين أو فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للإعلام التي وضعت الخمس أعوام القادمة، عندنا عملية تركيز على عملية مدخلات الإعلام بهذا الجانب، سواء كان يعني بالتعاون مع المجالس النيابية، بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات، بالتعاون مع البلديات. التجربة لا تزال جديدة لكن نعتقد أنه حققت الكثير من النجاح ويوجد بعض الإخفاقات. على ضوء ذلك نحن بحاجة إلى دراسة علمية حتى نستطيع أن نشخصها وبعد ذلك نقوم يعني باتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الجانب. للصحافة دور مهم في تغطية الانتخابات الحرة والنزيهة من خلال عدة أدوار. الدور الأول تذكير الناخبين بمواعيد الانتخابات، متى تبدأ الطعون في جداول الانتخابين، متى يبدأ الطعون في المرشحين. النقطة الثانية، في تلك الفترة يجب على الصحافة أن تعطي صوت لمن لا صوت لهم، الفئات الهشة، النساء، الأطفال، حتى الأطفال لهم حق أن يظهروا وشوفوا مطالبهم، النساء الذين يعيشون في الأماكن النائية كمان على الصحافة أن تعطيهم هذا الدور. هناك دور مهم يجب أن تلعب الصحافة في إعطاء صوت ومنصة حوار لمن يقاطعون حتى العملية الانتخابية للمعارضة. المعارضة لها دور بإعادة فحص الأربع سنوات اللي قضتها السلطة التشريعية لمحاسبة هؤلاء النواب كيف أدوا مهمتهم نيابة عن الشعب. النائب اللي أداها بطريقة كويسة إن نعيد انتخابه، والنائب اللي كان غيب عن الجلسات كان دائما نائم في مجلس النواب ما نعيد انتخابه. يوم الانتخابات يوم مهم في هذه التغطية، مراقبة متى تبدأ صناديق الاقتراع بالفتح، متى تغلق، هل حدثت جرائم انتخابية في هذا المجال في الانتخابات النيابية الأخيرة. ثم الحديث كثيرا عن تأثير المال السياسي، يجب أن تكون الانتخابات هي نتيجة الانتخابات الحرة والنزيهة واللعب العادل بين اللاعبين.
لا يجوز واحد إنسان معاه كم هائل من الأموال إنه هو ينجح في الانتخابات لأنه رشى الناخبين أو أعطاهم صوبات أو انحرامات. بعد الانتخابات يجب على الصحفيين أن يعملوا تحليل للخارطة الانتخابية، يشوفوا ماذا سيكون تأثير هذا مجلس النواب في إقرار التشريعات والرقابة على الحكومة. إذا قام الصحفيون بدورهم بمهنية وباحترام التشريعات، عمل حقهم بالوصول إلى المعلومات واحترام أخلاقيات المهنة، ستخرج نتيجة الانتخابات ممثلة لأصوات الناخبين. Today we are presenting the preliminary findings of a very unique and innovative exercise. This is a research in which the media community in Jordan for the first time is identifying the challenges they are facing when covering elections. And this will help us to build a roadmap to improve the exercise of journalists when covering elections in the future.